السلام عليكم. طبعا أنا حبيت أعطي تجربتي بمركز هوب أبليتيشن سنتر اللي موجود في دبي جميرة. أنا بنتي تعرضت لسقوط من ارتفاع عالي أدى ل يعني إصابة في الدماغ وأدى لتلف وشلل في الطرف اليسار من الجسم. طبعا زرنا عدة مراكز في الإمارات وبرا الإمارات. طبعا الحمد لله وجدنا يعني تحسن، لكن سمعنا على علاج المكثف في مركز هوب أبليتيشن سنتر. جينا وأخذنا العلاج لمدة 3 أسابيع، وجدنا فرق كبير جدا الحمد لله بفضل الله وفضل مركز هوب أبليتيشن سنتر. طبعا نحن بعد ما خلصنا العلاج المكثف استمرينا معهم بالعلاج العادي ضمن أهداف وخطط الحمد لله عم نحققها. أنا عم بأخذ عندهم العلاج الوظيفي، وعم بأخذ عندهم العلاج الطبيعي، وعم بأخذ عندهم تخاطب والبلع. الحمد لله في فروقات كبيرة وجدناها، وما زلنا الحمد لله بضمن خطة وبرنامج متعاونين جدا بأخصائيين يعني ما شاء الله عليهم متفهمين ومحبين لعملهم للأمانة، يعني بكل مصداقية بنتكلم